نرحب بك عبر سي ام بي سي عربيه في هذه الاطاله الاولى من هذا المقر الجديد. الجميع كان يضع يده على قلبه من التداولات وكيف يمكن ان تمر والدقائق الاولى، ماذا ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله، طبعا في البدايه اتوجه بالشكر الجزيل لجميع زملائي في بورصه قطر الذين عملوا على مدار 72 ساعه لنقل الاجهزه والمعدات وتشغيل أنظمة البورصة. وكما شهدنا اليوم كلنا إن شاء الله مبتسمين، كنا فرحانين أن نشوف شاشات التداول تعمل، وهذه طبعا الحمد لله كان لها يعني ناتج لتخطيط الأشهر عدة لعملية هذه النقل. طبعا تأتي عملية نقلنا هذه في إطار يعني مواكبة المرحلة القادمة لبورصة قطر في رغبتنا في التوسع والتطور، وكذلك طبعا يكون المكان قريب في الحي التجاري الحديث. كذلك كما نرى ان موقع البورصه هذا موقع يعني متميز، ولو كان موقع مؤقت حتى يجهز المبنى المخصص لبورصه قطر في منطقه لوسيل، ولكن نجد ان الوصول الى هذا المكان اسهل سواء للعملاء والمستثمرين او حتى لموظفين البورصه. طبعا لاحظنا أن هناك بعض يعني الأقسام ربما لم تجهز منها على سبيل المثال، وأنتم يعني شفافون بهذا الأمر في الواقع، وتحدثوا المستثمرين بأن القاعة الرئيسية لن تكون جاهزة وبالتالي قد يكون هناك أماكن مؤقتة. ماذا بخصوص القاعة الرئيسية؟ ماذا بالنسبة يعني حضور المستثمرين؟ ربما البعض يشتكي من المنطقة قد يكون فيها المواقف قليلة نوعا ما. طبعا نبدا من ناحيه المواقف المتوفر في هذه المنطقه افضل بكثير من المنطقه السابقه، وسهوله الوصول الى هذه المنطقه اسهل من عده جهات سواء من الشمال او من الجنوب او حتى من الغرب، ففي عده طرق يعني سهله الوصول الى البورصه. اما بالنسبه لقاعه التداول الدائمه فهي تحت الاجراءات عقدنا مع شركه، ولكن سبب التاخير في تجهيز القاعه هو بعض الموافقات من الجهات المختصة، لأن هناك جهات رسمية تطلب بعض المعايير للسلامة وهي في إجراء إن شاء الله البدء. إن شاء الله خلال 6-8 أسابيع تكون القاعة الدائمة جاهزة، ولكن في الفترة الحالية احنا جهزنا مكان مريح للمستثمرين. طبعا المستثمرين الذين يجون يحضرون البورصة طبعا عددهم قليل، ولكن مع ذلك احنا استثمرنا يعني مبالغ كبيرة في تجهيز القاعة لهم. طبعا قد تكون مناسبة للحديث معك أستاذ راشد عن بورصة قطر 2013، تحدثت عن منتجات جديدة، عن خدمات جديدة سوف تطرح هذا العام، ربما عن اكتتابات، عن إدراجات، ماذا لديك في هذا الخصوص؟ طبعا لا شك أن إن شاء الله احنا يعني نطمح أن يكون عام 2013 عام يعني خير وبركة للبورصة. طبعا هناك فيه كتاب لشركة الدوحة للاستثمار أعلن عنه، كذلك طبعا هناك في منتجات عديدة ستطرحها البورصة وأدوات، منها مثلا الإعفاء من الدفع المسبق، منها التداول على الهامش، منها مزود السيولة، هناك عدة منتجات وأدوات ستطرح هذا العام إن شاء الله بالتعاون مع هيئة قطر لأسواق المال. وبخصوص الاكتتاب، هناك اكتتاب مقبل بشركة الدوحة للاستثمار العالمي، ماذا على الاستعداد ربما لإدراج هذه الشركة بعد سنوات وغياب طويل عن الإدراجات الشركات في البورصة المحلية؟ صحيح، طبعا لا شك أن غياب الاكتتابات يعني له تبعيات سلبية على البورصات، فهذا طبعا بشرى خير. طبعا هناك استعدادات وتنسيق مع الشركة وجهات وإدارة الإدراج في بورصة قطر، والأمور ماشية إن شاء الله على خير إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أشكرك سيد راشد المنصوري، وأنت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، وبداية مباركة والحمد لله أنها توجت على خير. شكرا لك مرة أخرى.